هي يوميا فسري كتلة الأكبر. سالكم 15 سنة تحكمون، كل واحد لسانه هالطولة قال الدستور وحكى الدستور، ويجب أن نحتكم إلى الدستور ويجب أن نتعامل بالدستور. زين هذا دستوركم اللعين ما فسر لكم يا هي الكتلة الأكبر. بال 2010 رحتوا تفسروا الكتلة الأكبر، بال 2014 تفسروا الكتلة الأكبر، بال 2018 تفسروا الكتلة الأكبر، وتريد الناس تقتنع بيك أنه أنت تحل مشاكل العراق. ترى احنا مو اغبياء، ما نقولكم نفتهم، بس الضيم علمنا والجوع علمنا والموت علمنا والخوف علمنا، قضيناها وياكم. مو هاي السنة، السنة الجاية، مو هاي السنة، السنة الجاية، مو هاي الانتخابات اللي وراها، وبكل انتخابات حاطين ايدينا على خدودنا وفاكين حلوقنا وننتظر الكتلة الأكبر. هو هذا عيشة؟ هذا بلد؟ هو هذا العراق؟ هذا صاحب الحضارات؟ هذا صاحب التاريخ؟ هذا اللي كتب بيه حمورابي؟ هذا اللي قاتلت بيه الأبطال؟ يوميا أنا ظل أدفن وانتظر الكتلة الأكبر. كل سنة فسروا الكتلة الأكبر، ودوها للمحكمة الاتحادية، ردوها للمحكمة الاتحادية على مود من سيحكم. والله طز بالسلطة اللي يصير بهاي المستوى، وطز من يحكم بها ومن يؤمن بها ومن كان جزءا منها. السلطة اللي تخلي طفل بالبصرة ما قدرت تحط له ماطور مي توصل له يشرب له مي، عمت عين السلطة وعمت عينك. والله اللي يطالبون بالسلطة بهذا المستوى يقتربون من جهنم ويقتربون من الموت وهم في عار لن يرحمهم التاريخ. هي هاي السلطة اخذوها، لكن الشعب والتاريخ وفوقهم الله سبحانه وتعالى لن يغفر لكم دمعة يتيم مات كمدا أو مات بانفجار أو مات عطشا أو مات لأنه فقد ذويه. مبروك لكم هذه السلطة.